قررت ياسمين تخفف شوي من حساسيتها الزايدة ومن عذاب الضمير اللي كان عم يلاحقها ليل نهار. بس الوضع ما كان سهل أبداً مثل ما أنا مفكرة، لأنه المصيبة يلي إجتها كانت أكبر من توقعاتها بكتير. لوين رايحة يا وش النحس؟ مرحبا حياتي، كيفك؟ ولا ما انتبهت؟ ما انتبهتي؟ قولي لي وين زوجي هلأ؟ يلا أحكي لشوف. شو صار لك؟ عامل لك وينه زوجي؟ أحكي. هونيك. ما رح تقدري تضحك علي، تعي لهون لقلك. بهاليومين بلش الاكتئاب يظهر شوي شوي على نيرمين، والمرأة اللي كانت معروفة بنظافتها وترتيبها وحبها الغير مألوف للمطبخ صارت هلأ ما عندها طاقة حتى تجلي كاسة المي. يمكن حبنا للحياة هو اللي بيدفعنا لنشتغل، وإذا ما عنا رغبة إنه نعيش بنفقد حبنا لكل شيء، حتى حبنا لذاتنا. قدي حسابك؟ 1200. يسلم وترك الباقي إلك. شكرا. نيرمين، انت فاضية هلأ ما هيك؟ تفضلي، أهلا وسهلا. خليكي لابسة برجليك. فوتي، أصلا البيت مانو ممسوح لسا. حماتك بتحبك، جبت لحم بعجين مناكلون سوا. مالك بالعادة تجيبي أكل من السوق؟ على أساس بتعرفي من الأكل الجاهز. مرة بهالعمر طلبنا. نيرمين، انت مريضة شي؟ ليش هيك بيتك مو مرتب؟ ما قدرت رتب، نفسيتي تعبانة شوي وما عم يجي عبالي اشتغل، فتركت كل شي مثل ما هو. تشربي عيران؟ شو، ما في كاسات عندك؟ الكاسات بالجلي، اشربي بهي احسن لك. مين قال انه نيرمين اللي كانت مثال للنظافة والاناقة بين النسوان تتحول لمرأة مستهترة وغير مبالية بأي شيء عم يصير حواليها حتى بيتها اللي بتحبه؟ خليل، إذا أنت جوا طلع بسرعة. خليل، حاجة صرخة يا مرأة. جوزك شو بده يعمل عندي بالبيت؟ أنا جوزي دوبني عم شوفه، بيطلع من الصبح للمساء. بعدين مالك شايفة إنه البيت نظيف؟ ليش حضرتك فايتة بكندرتك الوسخة؟ اتصلي بخليل هلأ وخليه يجي بسرعة، ما رح روح لشوفه. لك شو بكي أنت؟ ليش ما عم تصدقي إني ما بعرف شي عن خليل؟ أنا من وين بدي أعرف؟ أكيد بتعرفي، وأنت بدك تجاوبيني هلا. رفي، شو عم تحكي؟ بعدين ليش متأكدة؟ أنا جوزك بحياتي لا شفته ولا بعرف عنه شي بالمرة، عيب تتهجمي على بيتي. الجيران شو بدهم يحكوا علي هلا؟ خليهم يحكوا، أصلاً ما بيعرفوك على حقيقتك، عاملة حالك ملاك. يا ربي، أنا شو هالمصيبة اللي وقعنا فيها هلا؟ هالحقير خليل بس ليوقع بين إيدي، أنا رح ورجيه شلون يحب ويتمعشق من ورا ظهري هالواطي. ليكي ست منال، خليكي محترمة وتفضلي عادي جوا، خليني ضيفك أي شي على رواق. بدي ذكرك انتي فايتة على بيت محترم وما بصير تجني. ها، ماني جاي اتضيف. طلعي فيني، انا بدي زوجي خليل. وهلا عم تفهمي علي؟ بدي زوجي احسن ما قلتلك بارضك. عم قلك انا ما بعرفه لجوزي. ليش قلتي لبنتي خليل ما رح يرجع مره تانية؟ اكيد بتعرفي شي لحتى قلتي هيك. ليكي اسمعي، ولي انا زوجي ما بتركه، انتي ما بتعرفيني لسه. لك انتي مره مجنونه اكيد. عم قلك من الصبح ما بعرفه ولا بحياتي شفته ببيتي، بجوز حكيت لبنتك بس بالصدفه وما بعرف شي. رح هد هذا البيت على راسك، انتي وحده ما بتستحي. ولك حاجه تعيطي بقى. طالعي، طالعي جوزي احسن لك. ماما ليش هيك عم تعيطوا؟ ما في شي ماما، ما في شي. اوعك تفكري اني رح اتركك، راجعت لك وحياتك. هاي وحده مجنونه. رفيف، انا هلا رايحه لعند لؤي وبرجع لعندك. بتكوني انت خلصتي الشغل مشان ما تضلك هلا. اوكي، انا بعتذر منك، والله ما انتبهت. وانا كمان بعتذر. انت ساكنه من زمان هون؟ ايه. بدي اسالك سؤال، شفتي لي شي زلمه مربوع شعره مجعد وله دقن بحيطان الستين؟ لا والله ما شفته ابدا. امسك حبيبي اشرب كاسة المي وما تخاف من هي المره المجنونه. ماشي العمى. هاي روشان ماما، انت روح على غرفتك بسرعه. يا ترى شو عم تقلها؟
انت بتعرفي وحده اسمها ياسمين؟ هي الفاجره كانت مخبيه زوجي ببيتها. عفوا يا خانم، احترمي حالك وعرفي شو عم تحكي. ياسمين مره محترمه متزوجه وعندها اولاد، ما بصير تحكي عنها بهي الطريقه. قبل ما تفتري على العالم تاكدي بالاول، ما بصير هيك. ما عم بفتري على حدا. اكيد غلطانه. طيب اذا زوجك مانو منيح ياسمين شو دخلها؟ بالله طلعتي مثلها. طبعا بدك تدافعي عنها، ما انت وياها مثل بعضكم وما بتفرقوا عن بعضكم شي، باين لك يا مرة. انت شو عم تحكي؟ روشا ليكي، بتعرفي هاي مين بتكون؟ لا ما عرفتها. عم تقول انك اخذة جوزها منها؟ تعي لك اللي عندي لأحكي لك. تعي. كيف؟ شو جاب مرته لعندك؟ شو إلها شغل هون؟ شو جابها عبيتك؟ مشان تبعت لي ماكينة الخياطة، أنا عطيتها عنواني بدون ما أنتبه. كيف؟ وأي ماكينة؟ أنا ما عم أفهم عليكي، قلبي رح يوقف. لي بالك روشان شوي، لا تخافي. لو سمحتي ياسمين احكي كل شيء. بدي تسمعيني منيح وما تفهميني غلط. أنا رحت على بيتها لهي المرة من فترة. رحتي على بيتها؟ ليش؟ رحت بس والله ما قلت شيء، بس ضميري صحي وتذكرت إنه عيلته عم تدور عليه، ومرته وبنته ما قالن حدا. قلت لحالي بروح لعندهم بشوف شو لازمهم وبساعدهم بطريقتي. يعني هذا اللي صار، نيتي كانت صافية. هلأ طبعاً لازم نتصرف بنية طيبة، بس ما نكون نحن ضحايا قلبنا الطيب. يعني شو هدول حازم؟ مثل اللي عم يلعب بيت وبيت، كل صحن شكل. ليش هيك الصفرة؟ مو بإيدي حياتي، بس أنا بحكي كل شيء. مو مشكلة حبيبتي، كرمالك رح غيرهم. اليوم خلينا نطلع نتسوق ورح اشتري كل شيء على ذوقك. شو شايفني مهندسة ديكور هون؟ لا، لأنه بدي تكوني مبسوطة كتير محل ما بدك تكملي حياتك. كيف يعني؟ شو قصدك محل ما بدي اسكن؟ ليكي، أنا عم شوفك كل يوم، هي فهمناها. وبعدين مع هالحالة أمل، الليلي أنا بدي شي جدي، يعني على القليلة خطبة أو نلبس خاتم لبين ما نرتب أمورنا ونصير مع بعض. ليك أحكي منيح مشان ما أفهمك غلط حازم. حكي واضح وكمان كتير مفهوم. يعني حابب هذا يصير بيتك أنتي. ليك يا أمل، أنا بحبك، فكري بالموضوع ومنحكي بعدين، ماشي؟ خدي وقتك. أنتي بكرة المساء تعالي وأنا بكون مجهز لك أحلى سفرة بالعالم كرمال عيونك، وبعدين منحكي على راحتنا. وبدي أسألك سؤال وأنت لازم تجاوبيني عليه بصراحة، ساعتها بتقولي يا إيه يا لا. أكيد أكيد أكيد. يعني شو بدك تسأل؟ طيب أنا رح أجي لعندك بكرة على العشاء وبعدين منحكي كل شي بدك إياه. أنا رح أخذ هدول على المطبخ. وأنا حياتي رح رد على هالتليفون. رد حياتي لبين ما أروح على المطبخ وجيب الشاي. ألو، ما نسيت، عطيني مهلة أسبوع واحد ماشي؟ لبين ما أمن لك المبلغ بس. أكيد خلاص رح سدد كل ديوني. ياسمين أنت شو عملتي فينا؟ هذا آخر شي كنت بتوقعه منك. لك شو خطر لك تروحي لعنده وتزوريها ونحن عم نبعد عن القصة بتقومي بتلزق فيها لزق؟ يعني طيب من وين لوين لتروحي لعند مرته وتحكي معه وتعرفيها عبيتك؟ لك شو جنيتي؟ والله عم قلك كانت نيتي صافية، بدي ضميري يرتاح وما عاد شوفه لخليل بالمنام عم ينطلي مثل القرود الزرق. هداك اليوم بالتلفزيون في عائلة عم تدور على أبوها، والله حسيت بالعذاب. قلت لحالي بتكون عائلة خليل متضايقة، دورت على بيته ورحت لعندهم بس مشان ساعدهم، يعني مو أكتر. أنا ما عم صدق إنك عملتي هيك، حاسستك عم تحكي مثل المجنونة. أنت صاير لعقلك شي؟ أنت اللي ما عرفتي القصة، الزلمة مع عائلته ماله منيح، وبنت مرته هي اللي قالت لي هذا الشي كمان. تخيلي كان عم يخليهم يشتغلوا وما كان يعاملهم منيح ابدا، والبنت لساتها صغيره وحلوه كتير. نحن حرام نتركها هيك تضيع بهي الحياه وما حدا يدير باله عليها. يعني والله والله روشان انت لازم تقدري موقفي كمان. لك يضرب خليل وعيلته. حرام عليكي، خليلي بيستاهل، بس عيلته شو دخلها بهي القصه؟ معك حق. ايه لكان. طيب نحن شو بدنا نعمل هلا؟ كيف بدنا نخلص من هي المره؟ انتي مو قلتي لها طيب انه ياسمين مره كتير منيحه وما لها مشاكل بالمره وبتحب ولادها وجوزها؟ طبعا قلت لها هيك، لكان شو؟ بجوز تصدق هالحكي ولحالها تقتنع. روشان اوعك تجيبي سيره شيء قدام نرمين ورفيف، والله بياكلوني بلا ملح هدول التنتين. اصحيك ماشي، خلي القصه بيناتنا ارجوكي. ما رح اقول شيء،
يلا أنا رايحة لعند لؤي، بعدين بتروح ساعة الزيارة وهو بيزعل مني. ما بدي وصيكي. خلاص ولا يهمك، أنا تعلمت وما بقى عيدة أبدا، بس بدي أطلع من هالقصة البشعة هي. يعني اتصلي فيني. أي ماشي. ياسمين الله يقصف عمرك وعن قريب إن شاء الله. رفيف ما راح تصدقي شو راح أقول لك هلا والله. إذا بدك تحكي لي عن أسيمة أنا وياها تزعلنا. شو بدنا فيها؟ أنا شو دخلني بالناس؟ والله ما راح تصدقي يا رفيف. أنا وأخيرا راح ألبس الخاتم وإله ألماسة، خاتم سوليتير مرصع بالألماس. أنا ما فهمت شي من اللي عم تحكي. يا بنت حازم عرض علي الزواج. بس لسه ما صار لك زمان بتعرفي. وشو فيها يعني؟ الزلمة شقرق لأنه لقى وحدة مثلي ما في منها بالعالم. أنا طول عمري مرأة محترمة وفهمانة وطبعاً مو ناقصني شي أبداً. الله الله، شو بده أحسن من هيك وحدة مهضومة؟ والله ما نمسد أحالي رفيف. قال لي تعالي لعندي اليوم على البيت وبدي حطلك شموع حمر ومدلك صفرة مثل تبع الملوك، وبدي أسألك سؤال لازم تجاوبيني عليه، يا بتقولي لي إيه يا بتقولي لا. شو معناته هالحكي هاد؟ إيه ألف مبروك. يبارك فيكي. لك والله من كتر ماني مبسوطة مو جاي على بالي ساوي شي بالمرة. بس شو بدي أعمل؟ بدي أحضر من هلأ للعرس ولشهر العسل نفتل أوروبا كلياتها. لكن نسيت، ما بدنا نروح لعند روشان هلأ؟ لا مو هلأ، لأني رحت لعند لؤي على المصح. إذا بدك بعد الظهر منروح. الله الله، والله لؤي مسكين. إلك من كتر ما عذبت فيه، مو بس بيأدمن على المشروب، بعدين بيروح على مشفى الأمراض النفسية. دخلك كيف بيأدمن الواحد؟ وأنا كيف بدي أعرف؟ بعدين شو دخلك عم تحشري حالك بقصص غيرك؟ وليش تضايقتي؟ شو دخلك؟ شو في إذا سألتك يعني عن روشان؟ عملتي لي الرفيقة المنيحة؟ قال يعني أنت ما بتحكي ولا بتجيبي سيرة حدا. الله الله، إيه تمام، لكان تركينا من الحكي وخلينا نجيب السجاد. أمل يا ريت تروحي أنت لحالك هالمرة. إيه كتير هيك بقى. وأنا شو استفدت منك طيب؟ حبيبتي العالم عم يبيعوا ويشتروا أراضي وما عم يستنوا حدا، والشاطر يلي بده يكوكش على كل شيء. وحضرتك قاعدة، إذا ما ركزتي وبلشتي تشتغلي صح بتروح علينا هالمرة عن جد رفيف. فهمت خلاص ماشي، بس استنيني شي نص ساعة لغير لفريدة وطعمية وأمن عليها وألبس تيابي وبعدين منروح. أي معقولة أنت شو ما أطول بالك والله بتطقيها؟ يا ربي دخيلك. الحمد لله اللي ما تجوزت وما عندي أولاد لسه، كنت جنيت مثلكن وما فضيت لحالي. عجلي لك شوي رفيف. شو جابك لعندي؟ بدك شي؟ أنا بكرة الجمعية عندي. والله راح عن بالي الموضوع. مو معقولة أنت، لا تقلي لي نسيتي، حتى مو وعدتيني تعملي لي تورتة التفاح وتجيبيها معك؟ طيب بساوي لك إياها بس أجليها لغير مرة. لا تقلي لي لغير مرة نيرمين، أنت وعدتيني، يعني ما بتاخد من وقتك شي. أصلاً أنت شاطرة بالحلو كتير وهي المرة قصدتك، لا تخجليني، يعني لو بعرف هيك لا بجي لعندك ولا بطلبها. طيب ماشي بساويها. على فكرة أنت ما في منك، كنت بدي أجيب لك الغراض كلياتهم من السوق، بس قلت لحالي أنت عندك كل شي طبعاً. طبعاً عندي، بساوي لك إياها وباخدها معي. إيه بدي أسألك، بتلحقي تخلصي قبل ما تجي مديحة لعندي؟ رح ساوي لك، شو ما بتثقي فيني؟ أكيد بثق فيكي طبعاً. يلا أنا خليني روح رتب البيت بخاطرك. ماشي الله معك. الله يسلمك. شكراً. عيدية إن شاء الله. ما كان ناقصني غيرك أنا هلأ. يا الله. أوف. رفيف خلصيني بقى، قضيت عمري وأنا عم استناكي تضربيتي وهالعادة شو بكرها فيكي. أمل أكيد أنت بدك تستنيني، لا وراكي ولاد ولا مسؤولية، بتطلعي وبتفوتي وما حدا بيقول لك شيء. أوف صرعتي راسي، يلا خفيها شوي. شو صاير مع نيرمين؟ خوفتني. مش خير شوفي، أول شيء بيتها كتير وسخ، يعني عفوا منكم بس ما له بالعادة، حتى مكنسة الكهرباء ممكنسة، وعلى كنباية تيابها وعلى كنباية تاني بطانية، وهي نايمة ولا على بالها بتصدقوا. حتى وقت رحت لعندها كانت طالبة أكل من السوق، والله ما كانت هيك حالته. ماجدة مو عيب عليك أنت؟ بدون ما تخبري المرأة بتروحي بتزوريها وما بتكون مجهزة حالها، وبعدين بتجي وبتحكي على المخلوقة. بس أنا كنت موعدتها، وهي قالت لي بدها تعمل لي كيك التفاح، وانا مرقت منشان ذكرها شو فيها يعني هي. لك قديشك طلعتي وحده قويه يا خالته ماجده. سمعتي شو قالت؟
بعدين انتي ما بتصبري لحتى المخلوقة تكون فاضية ولحالة تبعت لك الكيك؟ مو عيب انتي تذكريها فيه طيب؟ معقولة يعني؟ عيب عليكي، مو حلوة منك أبداً، بدك كتير لتصيري مثلي. شوفي مين عم يحكي، ما بتخلي حدا لتعرف عنه وتشمشم أخباره، وإلي بتعيب علي. أم وشين سماوية. ختيارة؟ هي خلص خرفت وعلى تطاره من راسها، أنا متأكدة. الله الله، شو هالناس المريضة هي؟ ما كان ناقصني غير هالختيارة المخرفة. وينك لهلأ يا روشان؟ يعني لما ما أجيتي انشغل بالي وخفت كتير عليكي، صاير شي؟ لا يا روحي ما في شي، شو بده يصير يعني؟ ليكي روشان، يعني إذا صاير شي مو منيح لا سمح الله، رجاءً قليلي وإذا لزم الأمر هلأ بطلع من المصح. لك حياتي عم قلك والله ما في شي، شبك شو صاير لك اليوم؟ يعني بجوز تعبانة من الشغل أو من المواصلات، بس أنا منيحة صدقني، والبنات بيسلموا عليك واشتاقوا لك كتير يا روحي. وأنا كمان اشتقت لكم كتير حبيبي. بس ترجع على البيت محضرت لك مفاجأة حلوة. مفاجأة إلي؟ بدك تشوف قدامك بيتنا صار غير شكل. كيف يعني؟ بدنا ننتقل؟ لا يا روحي معقول هالحكي؟ ما فينا نطلع ونترك الجيران والحارة، بس أنا حبيت غير شوي بالديكور وأعمل حركة مشان بس ترجع تنبسط وتحس بشي جديد. بعدين بدي شيل كل شي قديم بالبيت وكل شي بيضايقك وبيذكرك بالماضي كمان. يا ريت بقدر شيل من راسي كل شي بيضايقني. شو عم تقول حياتي؟ ها؟ ولا شي. شو ما عجبتك فكرتي؟ يعني بس تشوفه رح يعجبك. طيب حياتي ساوي الشي اللي بيناسبك. رفيف شو بدي قلك، قبل ما نروح على بياع السجاد خليني امرق على الكوافير شوي، بدي اخذ موعد مشان العشاء بتعرفي. ماشي. اهلين. والله بعد زمان. شو هالصدفة؟ والله هلأ أنا ورفيف كنا جايبين سيرتك، يعني مثل ما بيقولوا ابن الحلال عن ذكره بيبان. ليك سميح ضروري بدي أخذ منك موعد إذا بتريد، وحتى لو ما أعطيتني غير ساعة واحدة، لأني أنا بصراحة بوثق فيك وبذوقك بالشعر. أنا كل وقتي أحسابك يا أمل. مرحبا. أهلا. مين عمل فيكي هيك؟ عن جد أنا كمان بس طلعت حسيت حالي مو مرتبة. أنت بتعرف اللي بتطلق بتمرق بحالة نفسية صعبة وبتكتئب، يعني هي فترة وبتمرق. سميحة بيسأل عن شعراتك حبيبة قلبي، يعني عن لونه، فهمتي؟ شو شعري؟ هلأ شعراتك كتير حلوين، بس لمعتهم رايحة بالمرة، يعني إذا بدك أنا بصبغ لك، بعدين نحن حابين نكسب هالوش الحلو عنا بالصالون. لا شكرا لك، ما بدي. الكوافير اللي عنا بالحارة بيزعل مني إذا غيرت. ومن وين بده يعرف؟ إلا ما يشوفني. لك تركة، ما بتحب تغير لا كوفيرة ولا زوجة. أمال ياريت بلا مسخرتك هلا. إذا بدك بسوي لك ياهن هلا. شكرا والله كلك ذوق، بس أنا متعودة على الكوافير اللي عنا بالحارة لأنه كمان ظريف. يلا أمال. تمام تمام امشي. سميح نحن مضطرين نمشي هلا. أنا رح بحكي معك قبل ما أجي. ماشي يلا باي. الله معكم. سعيدة. ولي رفيف لك بقصة لأيدي إذا مو عاجبتي. بل حكي فاضي هلا. وشو فيها يعني؟ وليش حكي فاضي؟ وهو مطلق مرته من فترة، يعني بدك تقولي عم يدور على وحدة تفوت على حياته من جديد وتغيره، يعني وحدة مثلك انتي. انتي مفكرتيني صغيرة؟ وحتى لما كنا صغار ما كنا نعمل هيك، بدك يعني بعد ما كبرت صاحب واحد تاني؟ وشو فيها يعني؟ الله الله، الزلمة إذا أشرب إصبعته 100 وحدة بتجي لعنده. بس لا تنسي إنه أنا وحدة متزوجة. إذا تكوني بعدك مفكرة حالك عجد متجوزة. اسمعي، جوزك هلأ باليونان مع حبيبته عم يرقص ويغني. لا ايمت بدك تضلك جذبة؟ افتحي لي هالمخ وعيشي حياتك بقى. اسمعيني منيح، بكرة العمر بيمرق هيك وانتي بعدك مثل الجذبة راكدة ورا جوزك وولادك. لا حياتي ما صار معي شي لهلأ أبدا. ايه اكيد وقت يصير معي شي رح دقلك فورا. ليكي سكري عم يندق الباب، يلا وقت شوفك منحكي. جاي. حضرتك الست ياسمين؟ مين ياسمين؟ وشو بدك منا انت؟ قلي. صهري متخبي عنكن هون واسمه خليل. يا استاذ صاير لعقلك شي؟ خليل شو بده يعمل عندي بالبيت هون؟ انا مرة متجوزة. اسمعيني منيح، اذا عديم هالشرف متخبي عندك هون بالبيت ومانو مسترجي يطلع، قليله يرجع لعند مرته، وإلا والله. يا استاذ
أنا بحياتي لا بعرف حدا اسمه خليل ولا سمعت عنه. أنا مرة متزوجة ومحترمة لك، من وين اجيتوني انتو؟ لك؟ ولك انت شو عم تعمل؟ لا لا بعدي ولك انت شو لك شغل هون ولا؟ ياسمين بعدي شوي بقى خلص، قلي شو عم تعمل هون ها؟ بتقول لهذا خليل خي يطلع لهون أحسن له. شو بدك تعمل؟ منروح لعند الشرطة وبدنا نشتكي عليك وعلى مرتك ونحن مرة بعد من هون. روح روح من هون ولا تخليني أعمل لك مصيبة بقى. غسان كرمال الله فوت بقى. أمي هذا الزلمة ليش عم بيعيط؟ حياتي لا تخاف حبيبي، هذا الزلمة هو صوته عالي مريض لأنه حلقه عم يوجعه. شو جابه لهاد؟ مالك شايفه خايف؟ تعا جوجو. حياتي ماجدة امسكي، أنا جبتلك ليرة الذهب معي اليوم لأني بكرة مشغولة كتير وما رح أقدر إجي على الجمعية. والله ما كان في داعي تجيبيها، مو بيناتنا ولو، يعني هي الجمعية لنجتمع ونقعد ونتسلى ونفش خلقنا. بس بدها تروح عليكي أكلة كيك عاملتها نرمين مخصوص للجمعية وهي شاطرة كتير بهالأكلة، حاولي تجي والله منتسلى. ايه ان شاء الله بحاول. يه هي مو نرمي؟ شو هتيابي اللي لابستن؟ ما لا بالعادة تطلع بالشحاطة على الشارب، ليك على هالمنظر مو خجلانة تطلع هيك؟ والله ما كانت هيك، شو صار لها؟ كأني عم شوف وحدة تانية. ما بعرف بس هي كانت مرضانة. ليكي اصحك بكرة هي اللي تقرب على الأكل أو تعمل الكيكة اللي وعدتك فيه. ايه؟ والله ما بقرب عليهم، والله ما باكل شي من إيديها بالمرة. شو هالمرة خلص هيك؟ خلص مثل ما بدك بصير ولا يهم. بعدين قلك شغلة، هاي المرة ما بيصير تفوتيها على بيتك، بتناقص منا ومن أكلها. انت بتعرفني غسان، من كتر مو قلبي طيب انا رحت لعندهم على البيت وقلت لحالي خليني يفيدها لهالمره اشتري منها ماكينه الخياطه. غلطت يعني؟ الغلط مو غلطك، الغلط غلطي انا. ما بعرف ليش بعدتك لحالك، انا ليش رديت عليكي ما بعرف. غسان والله انا ما كان قصدي اعمل هيك، بس البنت كانت خايفه من خليل وما بدها اياه يرجع على البيت لعندهم، ومشان هي ترتاح قلت لها اطمني خليل ما عاد يرجع. ياسمين اصلا انت عملتي كل جهدك مشان تكشفي حالك، عملتي كل شيء، انت قلتي لهم تعالوا اقبضوا علي. انا عملت هيك؟ اي اكيد. هلا انا شو رح يعملوا؟ رح يخبروا الشرطه ويحبسوني؟ مو هيك غسان؟ قول يا الله. خلص خلص استني 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 ياسمين منشوف. خلص ياسمين منشوف بعدين شو بدنا نساوي. اهدي شوفي هدول احلى من هدول. بس هدول اغلى. ما يعني ايه صحيح هدول اغلى بشوي بس معهم كفاله اطول. مو مشكله. ايه قلتك بلحق خلص البيت قبل ما يطلع له اي من المصاح، ما بدي اتورط بالقصة. يا بنت انتي عم تشتغلي معنا ونحن شركة بتحترم حالها وموثوقة، يعني بما انه انا ورفيف هون لا تخافي نحن شاطرين. والله ما بعرف، ما بدي زوجي بس يرجع يلاقي اي شيء قديم. دخلك انتي ليش بدك تقلبي بيتك فوقاني تحتاني وتغيري كل شيء فيه؟ حياتي شو بده يكون فيه يعني؟ أنا مليت كتير لأنه بيتي فرشه قديم شوي. شو في هذا كمان؟ إيه حياتي عم بسمعك. إيه كنتي ورطتينا بقصة مع أمل، كنت خايفة تزلقي قدامها بشي. معقولة أنتي ما بتعرفي قدام مين بدك تحكي؟ وهديك أمل ما عندها فضول أبداً، كل شوي بدها تسألك شوفي وليش بدكن تغيروا؟ غصبا عني زلق لساني. لازم تنتبهي، نحن متورطين وأي كلمة منروح فيها كلنا. والله نفسيتي تعبانة وعم ضل شوفه قدامي رايح جاي. خلص عم وطي صوتي على الآخر. طيب ماشي ولا يهمك حياتي، كل شي رح يكون جاهز. ماشي يلا باي. تعرفي رفيف؟ والله انتي محظوظة كتير. تعرفي شو صار؟ أكتر كوافير مشهور ومزوق بالشهر معجب فيكي انتي، وبده يعزمك على العشاء بكرة. بس إن شاء الله تكوني سكرتي على الموضوع وقلعتي. ليكي هالهبلة بدها تجنني، وأنا ليش بدي سكر على الموضوع؟ عيشي حياتك، لازم تاخدي وتعطي، بركي عجبك. أحكي لك شي كلمة مع روشان؟ والله أمل عم تحكي مزبوط، يعني أنت كمان رفيف من حقك تنبسطي طالما عمر عايش حياته. طبعا خليها تهتم بحالها، يعني أنت وبهالحالة أعجب فيكي تخيلي. ليش شبهها حالتي يعني؟ لك رفيف حياتي ما قصدي أنا زعلك بالحكي، بس أنت أم لخمس أولاد، خمسة وعندك لسان طويل مثل لسان الحية، ما تواخذيني يعني، بس مين بده يتحملك وأنت هيك؟ الزلمة شافها وعجبته على علاتها، شو بدك أحسن من هيك؟ لا أمل، إذا سكتلك مو يعني إني خايفة منك وما بعرف رد، شو يعني؟ وإذا عندي خمس أولاد، شو يعني عاملة شي عاملة لا سمح الله؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه هلا؟ رشان مشان الله سكتيها لهالبنت، أنت وحدة ما بتستحي بالمرة. خلص سكتي أمل، لأنه رفيف متضايقة شوي ومتوترة، وهالفترة ظروفها صعبة شوي، لهيك هي
عصبية وما لها نفس ترتب حالها بهاليومين، فهمتي علي؟ يعني هلا انت هيك شايفتيني؟ ليش انا كذبت بشي طيب؟ يعني انت هيك صايرة هالفترة، شو اعمل؟ كله مني. بعدين شو فيها؟ طالما عمر عايش حياته ومكيف، انت من حقك تعيشي يومين حلوين عادي. لك شو صار لك انت وياها؟ شو ما في سير على لسانكم غيري انا؟ طيب خلص اهدي وروقي ولا تعصبي. اطلعي ليكي هون شايفه شو رايك فيها؟ يعني خرج حطها بالصالون عندي هي ما؟ ليكي اتركيها اتركيها. هي حالفه يمين يضلوا حواجبها عاملين تمانه، عن جد مسكينه. انا رح ساوي لك الصالون تبعك ولا يهمك، والمسا بيكون عندك احدث كتالوج لاحلى كنبايات. تك 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 اختاري اللي بدك اياه، انت بس روقي لانه انا بفهم عليكي. هي الموديلات اللي عندك والالوان القديمه والكلاسيكيه رح غير لك اياها على ذوقك كلها. شكرا كلك ذوق. اهدي رفيف جاي على بالي هلا قوم اضربها. شو ليه زعلتي مني؟ خلص بقى امان. هتدقلي وبتشوفي. يلا يا حلوين حطوا الورق لشوف. انا خسرتكم مره تانية. والله حظك بيفلق الصخر، خلينا نربح شي مرة. ومين قالك ما تربحي ست نعمات؟ ايه انا والحظ مالي صحبة، مو مثلكم انتو. كل واحد يحكي عن حاله. يلا هلا عن جد بدنا نخسرها لنيرمين، هالمرة رح نلعب احسن. لبين ما تفتوا الورق رح نفتح الباب. يا بنات لازم نخسرها. افهمنا زودتك. مرحبا نيرمين. اهلا وسهلا خالي ماجدة. شو هالضجة اللي عندك؟ شو عم بصير هون؟ اهلا وسهلا تفضلي. يا اهلين. هدول رفقاتي الله يخلي لي اياهم، ما عم يتركوني لحالي. مشان الكيك انا من الصبح ساويته وحطيته بالفرن مشان يضل سخن. لا 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 تعزبي حالك ابدا، ما خبرتك نيرمين، والله رجالي وجع الروماتيزم. سلامتك خالته. شكرا. لهيك لغيت القعده من اصلها، وليرات الذهب رح لمن منهم هلا، يعني هي مو حلوه مني بعرف، بس شو بدي ساوي؟ اذا هيك انا الصبح بمر لعندك وبعطيكي ليرتك. لا اوعك تجي انت لعندي، انا بجي لعندك وباخذها مشان اتمشى، لانه الدكتور قال لي لازم تحركي رجلك احسن لك يعني. يلا انت رجعي لضيوفك. يلا سلام. خاطركم يا جماعه. خلينا نشوفك. الله معي. هاتي هاتي. بابا في عندكم شوب هنيك؟ انت بدك تجي ونشوفك. ما بعرف، خليني اسال الماما. ماما البابا شو يجيب لك معه من اليونان؟ انا شو بعرفني؟ اللي بده اياه هو يجيبه معه. بابا الماما شو ما بدك تجيب معك، لا تنسى تبعت لي صورك. امي بابا بيسلم عليك. الله يسلمه. ها بعت لي صورته هلا، شوفي فرجيني. حبيبتي جوزك هلأ باليونان مع حبيبته عم يرقص ويغني. لا ايمت بدك تضلك جذبة؟ فتحي هالمخ وعيشي حياتك بقى. أمال ليكي أنا غيرت رأيي، قولي لهاد الكوافير إني قبلت عزيمته. عم بترقب الشارع؟ يا الله منك رعبتني. ها؟ شو بتستفيدي يعني إذا رقبتي؟ بركي إجت الشرطة لتاخذني، نفسيتي تعبت وبدي ارتاح. اهدي شوي وتعالي معي منشوف. ما عم بقدر اهدى أبدا. تعالي عادي تعالي. عن جد أنا وحدة غبية كتير غسان. خلص خدي نفس عميق. ما عم بقدر أخذ نفس، أنا وحدة حمارة وما بعرف أتصرف ودايما عم خبص ما بعرف ليش. أنت بتتذكر قصة مالك كيف الله خلصنا؟ بوم بجي أنا وبلحق المصيبة وبروح على بيت خليل، عن جد أنا حمارة وما بفهم. تمام تمام خلاص ياسمين اهدي وخدي نفس عميق واسمعيني منيح. عم بسمع. إذا مثل ما قالوا راحوا للشرطة وحققوا معك، بدك تقولي أنا ما بعرفه لخليل. لازم تتذكري هذا الشيء كتير منيح، فهمتي علي؟ جيهان تعرف إذا جيهان حكيت أي شيء والله بروح فيها. مو أنا قلت لها أنه خليل ما رح يرجع أبدا؟ أنا غبية وإذا سألوني أنا ما رح أقدر أكذب أبدا، لأني وحدة جبانة وبخاف كتير. ياسمين أنت بتعرفي قديش هذا الموضوع كتير جدي،
ما في عندك حل، يا بدك تعترفي بكل شيء صار معك وتدخلي السجن أو أنه بدك تنكري. مستحيل أنا أعترف، أنا مو لحالي متورطة بهالقصة، أنا ولؤي وروشان ورفيف ونرمين، مستحيل. لا، أنا لازم لاقي حل بسرعة، ما فيني أغدر برفقاتي. فينا نلاقي طريقة تانية؟ إيه طبعا إيه فينا، أنا بقدر أنكر كل شيء كرمالهم، عيب أصلا ما أقدر إني ساعدهم. غسان كرمال الله ساعدني أنت شوي، يعني كون أنت الشرطي واسألني ساعدني على القصة شوي، الله يوفقك مشان أنا عود حالي على القصة. غسان يلا ياسمين خلاص ارتاح، يلا أنت اهدي، أنت خايف علي؟ ايه طيب خلاص ولا يهمك، أصلا شو ما سألوا رح تكون أنت سألني ياهن من قبل. يلا بلش، يلا ناظرتك. تعرفي خليل ياسمين قولي؟ لا ما بعرفه يا حضرة الضابط، قول سيدي ولا حضرة الضابط مشان بين مرتاحة زيادة. زيادة. طيب وإذا حطوني على جهاز كشف الكذب، هذا ما فيه لعبة؟ هذا الجهاز ما عنا منه هون. أنا ما بقدر أضحك على الجهاز، كيف بدي أعمل هيك يعني؟ حياتي نحن ما عنا جهاز كشف الكذب. بلا، إذا الأمن اشتروه من وين رح تعرف أنت؟ لا ما في عنا هيك إجراءات نهائيا. ما عنا ما هيك؟ لا. طيب شت، أنا لازم أصحى على حالي هلأ. يلا اسألني سؤال، يلا اسألني سؤال. خلاص هلأ جد يعني؟ عن جد يلا اسأل. طيب أنت بتعرفي خليل قولي؟ شوف يعني ما بعرفه يا حضرة الضابط، يعني من وين بدي أعرفه؟ أنا أصلاً ما بعرف حدا، أنت جبتني لنتسلى، خربطت ما هيك غسان؟ خلاص منعيد منعيد مرة تانية، يلا منعيد، يلا عيد مشاني مشاني. بتحبي تجربي الكبة النية؟ مو مشكلة، مرتي القديمة ما كانت تحب تأكلها لأنها نية. عن جد أنا آسف، بهيك موقف ما كان لازم جيب سيرتها. لا شو هالحكي، بالنسبة لي ما في أي مشكلة، بالعكس أنا لما بسمع مشاكل المتزوجين وقصصهم برتاح أكتر والله. مرتي كان بدها كل شيء على كيفها طبعا، وأنا كنت حقق لها هالشي على طول. يعني بتحب السيطرة؟ يعني هي بتحب تتدخل بكل شيء وتعرف كل شاردة وواردة عني. باين عليها وحدة قوية. بس بتعرف يمكن هي من كتر ما بتحبك عم تتصرف بهي الطريقة الغريبة، ما هيك؟ هي إذا حاصرتني بهي الطريقة البشعة بتكون بتحبني؟ طبعاً، وهي زودتها شوي يعني، بس عم تعمل هيك مشان تخليك تتحمس أكتر. أنتي كمان هيك رأيك؟ مو هيك، يعني أنا عم حاول أتفهم وضعها لمرتك، لأنه المرأة على طول بتحب زوجها يكون شخص ناجح وأحسن من الكل، وطالما عم تفكر بهي الطريقة فهي بتحبك. ما حسيت هيك. يعني ما بعرف، هاي مشكلتكم، وانت بتعرف القصة أكتر مني. طالما انت شايف حالك ناجح بمهنة الحلاقة فانت مو بحاجة لحدا يقيمك. الحلاقة مو بس مجرد مهنة، أنا عم اشتغل شي بحبه. طبعا هذا ما فيه شك، بس برأيي أنا يعني لازم تعطيها فرصة تانية. شفتيها بالأول كيف كبرت راسها، بس بالأخير عملت مثل ما قلت لها. كتير منيح، بس إن شاء الله تمشي الأمور على خير. إن شاء الله. طيب ليك يا روشان، رأيي نعمل الكنبايات كارويات بالطول وبالعرض، انت شو رأيك؟ بلكي طلع معجوق. هو هيك الموضة. موضة شو؟ شبكي أمل، أنا عم جدد بالبيت هلأ مشان خفف كل العجقة والكركبة. مفكرة حالك مزوقة. هلأ يعني بالأخير انت اللي رح تدفعي مو؟ وأنا عم بعطيكي رأيي لأني بفهم أكتر منك بالذوق بصراحة. شو قصدك تقولي أمال؟ إذا ما بحب الكارويات معناها ما عندي ذوق؟ ما قلت هيك، بس أنتي ما عندك جرأة. شوفي ذوقك كلاسيكي وكتير قديم. بس هذا بيت عيلة أمال، ما نو ديسكو للحفلات. إيه خلاص، حاطة بالصالون شغلات معدتة من زمان ستي وستك وصامطية وشايفة حالك فيها. غريبة أنتي. ليكي اسمعي، كل الكنبايات الكبار رح نغير مكانهم ونغير السجاد لأنه ألوانه غامقة، ونجيب كل شي فاتح. أنا هذا رأيي. أكيد أهم شي نغير السجاد، هذا أهم شي هلأ، أهم شي. يا بنت انتي وين شردتي؟ ليش عم تصفني كتير اليوم؟ والله لو قصر يلدس كان خلاص من زمان فرش، ليش هيك انتي روشان بتعلي القلب؟ يلا خلصينا بقى. أمل أمل، أنا بطلت جدد شي. كيف؟ يعني عم قول لحالي والله الفرش لساته جديد، هلأ أهم شي غير السجاد. وأنا عم قول لحالي حضرتك وين شردتي؟ طبعا شفتي الأسعار مشان هيك غيرتي رأيك. بخيلة. لك لا والله مو هيك الموضوع، يعني وقت يجي لؤي منختار كل شي سوا هيك بيكون أحسن، بس أنا هلأ حابة غير السجاد لأني مو طايقته هون بالمرة، وبس نخلص بيكون إجا لؤي منختار الفرش على لون السجاد وخلصنا.
على القليلة اختاري لك شي شغلة هلأ بما أني تعبت حالي. يعني إذا قارنا تعبك مع المردود أنت بتطلع أكيد خسران، فأنت لازم تعوض هي الخسارة لأن شريكك عم ياخد تعبك، أنت معي؟ ومشان تعوض هالشي نلجأ للقرض ولازم تسدده خلال سنتين، وأنت لبين ما تسدده بتكون أصلاً بلشت تكسب شوي. يا ريت نحكي بشي تاني لو سمحتي. ليش نحن شو حكينا؟ يعني عم حاول ساعدك مو أكتر، عم حاول اشرح لك انه انت عم تشتغل وتتعب وبالآخر عم تطلع خسران. مزبوط؟ لو سمحتي انا رح طق. انا بعتذر منك، يعني انت خايف تشتغل لحالك؟ على اي اساس انت عم تحكي؟ انت ما بتعرفيني. انا مشانك قاعدة عم فكر بطريقة تخليك ربحان وانت ولا همك، كلكم مثل بعضكم. انت عم تحاولي تضغطي علي مو؟ خلص مثل ما بدك، يعني إذا حابب تكفي حياتك وشريكك عم ينصب عليك أنت حر مو شغلي. بس أنا بحب شغلي. إيه أنا ما قلت شي. طيب تفضلي طلبي الحلو وأنا رح أكل عزوقك. معقول بتحب تاكل حلو برات بيتك؟ هلأ ما بتعرف شو حاطين بقلبه. بس أنا ما دخلني تصطفي. عفوا لو سمحتي، فيني اسألك سؤال لو بدي عزبك شوي؟ عندي طناجر بكفوني عن جد. لا لا مو هيك، انا ماني بياعة. يا ترى تعرفي لي هالزلمة او شفتي شي مرة؟ وليش عم بتدوري عليه؟ هذا جوزي اسمه خليل، بتعرفي عنه شي؟ انا بحياتي ما شفته، ما بعرفه. الله معك. لك شو هالورطة هاي؟ كيف عرفت العنوان؟ الله يستر الله يستر. عفوا فيني اخذ من وقتك دقيقة؟ انت اللي شفتك مبارح. ايه طيب سألتك عن زوجي ولا ما سألتك انا؟ اذا ما عرفتي هاي صورته، عرفتي؟ لا والله انا ما بعرفه ولا شفته. شلون يعني ما بتعرفي؟ هلأ يعني فوق عندي ياسمين ما شفتي؟ اسمعيني منيح، انت عم تظلميها لرفيقتي. ياسمين ست محترمة كتير وما عندها هي الحركات أبدا. أصلا هي شايفة بيتها وزوجها وولادها مو مصدقة، وهي مستحيل أصلا تطلع على حدا تاني بالدنيا غير زوجها غسان لأنه بتحبه. بتحب زوجها؟ طبعا أنا اللي عم بتبلاها. لك هي وحدة كذابة، أنا بورجيها وقحة. راجعت لها. يا ربي عفوا لو سمحتي، شفتي لي هالزلمة بيكون زوجي ومضيعته؟ لا والله ما شفته. شكرا لك. العفو. تعرفيها مع صورته؟ ايه بعرف كانت عندي. يا بنات احذروا مين اجى لعندي من شوي. مرته لخليل. صح، وسألتنا كمان عن صورته. مصيبة. يي راحت لعند ياسمين على البيت. غسان الله يوفقك، بس اليوم لا تروح على الشغل وتتركني لحالي. هلا بتجي الشرطة بتاخذني. لا تقلقي ما راح يصير اي شيء، خلص. افتحي الباب. وليه ياسمين فكرتيني ما بعرف انك جوا مع خليل ومسكرتيني؟ لا تفتح الباب وبوس ايدك. انا بفرجيك انت وياك. الله يستر. تعالي ياسمين. يا ربي فيني اعرف ليش عم تصرخي قدام الباب؟ شو اللي بدك يا قولي؟ وليش ما صرخت؟ ها طلع بهاد، طلع منيح، شايفه من قبل؟ قلي ولا تكذب ابدا. ما بعرفه. كيف ما بتعرفه؟ وين هي؟ سألها لشوف لمرتك، بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ في مجال توطي صوتك؟ أنا ومرتي حكينا كل شيء وهي حكت لي شو صار، واضح إنه في سوء تفاهم. هذا ما له سوء تفاهم، مرتك إجت لعندي على البيت وقالت لبنتي خليل ما بقى يرجع وخلص. لك شو بكي أنت؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا ما بعرفه لخليل، يعني كل القصة أنا قلت لها هالشيء لأنه عمي محمود ترك مرته وابنه وصاروا يدوروا عليه، وهو ما رجع على البيت وقلت لها هالشيء كمثال، فهمتي علي هلا؟ كمثال. طيب ليش دفعتي فاتورة الكهرباء؟ طبعا لأنه خليل أعطاكي المصاري. لك أنت وحدة ما بتستحب المرأة. خلص بقى، ما بسمح لك تحكي مع مرتي هيك. اللي عم بتقوله هو المزبوط، وتاني مرة لا تجي على بيتنا لهون وإلا بشتكي للشرطة. اشتكي إذا بدك،
رح نشوف وقتها مين رح يتبهدل. أنا آسفة غصة، ما عرفت أتصرف.